دورة تدريب مدربين نعتني بشكل كبير جدا بالتدريبات العملية والتطبيقات العملية لأعداد المدربين. كما تلاحظون الآن الزميل يقدم عرض تقديم أولي وذلك من خلال نموذج التدريب المصغر، ثم يحصل على تغذية راجعة من زملائه. هكذا يتم عملية التقديم. طبعا هو الآن يقوم بتقديم عرضه، الزملاء يتابعون من خلال نقاط محكية معينة متفق عليها يتم تقديم التغذية الراجعة.